ما تعرف تقول مبروك الا مع كلامك الخايس هذا. يبا خلاص زين، يبا خلاص الف مبروك منك المال ومن هالعيال. ارتحت؟ الحين خلنا بشغلنا. شنو طبخت؟ اللي طبخت واستوت بعد. انا سمعت ان راشد راد حق البنت وانه سووا حفله خطوبه كبيره والعرس قرب. ايه عرفت، بس وحياتك ما راح يتهنى فيها. وخويك عند كلامه. وحبيبك سلطان كنا زواجه من بنت خالتك قرب قريب. الصلاة أهم موضوع منتهي، هم ما راح يتهنى دام هالراس هذا يشم الهواء. وش عندك زين؟ عندي خطة يا سعود أتخلص فيها أكثر من طير بحجر واحد، وحزتها أنتهي من كل أعدائي، وحزتها بنعيش بالطول والعرض. بس أنت تكفى، خلص لي من عرسك هذا وفضلي روحك. ها؟ مو تقول لي بعد بتسوي شهر عسل؟ لا لا، أي شهر عسل، العرس راح يكون بسيط على حسب طلب العروس. أحسن لك يا عمي، كلها مصاريف ما لها داعي. على العموم أنا عندي سفرة قريبة، مشوار من اللي يحبه قلبك، وبعدين نكمل. ناصر، بغيت منك خدمة. خير؟ بغيت بس مروة تحضر العرس. هذا اطلبك انت؟ الصراحة هو اطلب بخالتي مبارك، بس انا وعدها. هم تم، دام انك موعدها ما عندي مشكلة. كفو. وعد، أنا ما حبيت أفرض رأيي عليك مثل ما سويت مع أختك مروة. ما تتخيلين أنا إيش كثر ندمانة قيت على راسي لما أشوف أختك مروة بآلامها وعذابها مع ناصر. أبيك دايما تحطين في بالك إن عندك أم، والأم هذه ما تستاهل إنك تخشين عنها أي شيء. ولازم تعرفين يا بعد عمري ان لك بيت ولك قلب ولك عيون تشيلك هني. اي شيء تبينه لا تخشين علي بعد قلبي. سامحيني اني قلت الكلام هذا، بس ما يخالف، كلمه بخاطري ولازم اقول لك اياها. وانت يا سعود لا تعتقد انك اخذت بنتي غصبا عني. واللي خلق الكون هذا لو بنتي وعد هل كثر تأذيها؟ راح تشوف مني وجه ثاني. شفت عوامتي ما في حتى كلمة مبروك؟ مبروك وقلبي غصة. لا، ألف سلامة عليك، بعيد الشر. يلا تصبحون على ألف ألف خير. طيب،
وصدقت الحكي. غلطان غرتني العيون، ما أدري إن الناس في لحظات تحب والناس في لحظات تخون. الناس آه يا الناس، حتى بالمحبة يكذبون. كنت أتصور حبي في عيونك كبير، همزة وصل تبدأ ولا تعرف أخير. كنت أتصور كل شيء ممكن يصير، نشوف الكثير، نعاني الكثير، ونفرح كثير، نروح نتفارق، يصير اللي يصير، إلا الخيانة ما حقيت إنها تصير. أجرح مشاعر حبتك، أكذب علي، أكذب وصدق كذبتك. طيب أنا عادتي والظلم يمكن عادتك. مسامحك تقدر تروح، مسامحك يلي تركت الذكرى في نفسي جروح. ما أدري إن الناس في لحظة تحب والناس في لحظة تخون. الناس آه يا الناس، حتى بالمحبة يكذبون. اي صح، تأخرت وايد لأن ما عرفتك على حقيقتك. ألف مبروك زواج أختك. الله يبارك فيك، يفعلنها إن شاء الله. آمين حبيبتي، أبشرك الأمور من حسن لأحسن. ها شو أخبار العروس؟ والله ما أدري شو أقول لك، كاسر خاطري، مجموعها أربعة أربعة، كأن أحد غاصبها على الزواج. لا تستبعدي سعود، هذا مو بكفو، أنا سامع عنه أشياء مو بزينة. ندري إنه هو مو زين، وهي بنفسها راحت قالت حق أمي إنه هو مو زين، وتقول إنه يتعاطى واحتمال كبير يكون قاعد يتاجر بالمخدرات. بس لا أنا مستغربة منه إنها أصرت إنها تأخذه وأمي ما بيدها شيء. يلا على العموم الله يوفقها. مع حبيبي في موضوع مهم أبيك تساعديني فيه، أبي أفاجئ فيه عمتي. اللي هو؟ أثناء فترة الحداد اللي كنت فيها سويت شبه دراسة عن بعض الجهات اللي ممكن تنشر كتب عن طريق الدار، ونجحت في بعض الاتصالات وحصرتها. ما شاء الله عليك، ما ضيع وقت. بيني وبينك لقيت تجاوب. تدرين يا مها، لو نجح الشيء اللي أنا قاعد أفكر فيه راح تكون الدار رقم واحد في الخليج كله. بس ها مثل ما وصيتك، خلي الموضوع هذا سر بيني وبينك ان شاء الله.